عشان تحس انك انت كسبت من الانترنت او حتى تفكر انك انت تعتمد على الربح من الانترنت لازم تنام وتصحى تلاقي نفسك كسبت بشكل مجاني، وده اللي انا جاي اشرحه لك النهارده، ازاي تخلي الناس تشتغل مكانك وتنام وتصحى تلاقي ربح موجود في حسابك، وطبعا كل حاجه بالتوصيل. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، وتعالى اشرح لك عشان تسجل في الرابط هتلاقي طبعا، او في الموقع هتلاقي طبعا رابط التسجيل في اول تعليق وموجود عندنا في الوصف، بيفتح معاك ابو الصحاب صفحه زي كده. طبعا الموقع احنا عارفينه، ممكن يكون في ناس من عندنا اشتغلت عليه، ولكن انا مش هشرح الطريقه التقليديه غير للناس الجديده، وبعد كده هشرح لك ازاي تجند ناس يشتغلوا عند حضرتك. الفيديو النهارده لو اعتمدت عليه ممكن تبقى طريقه ربح لحضرتك ممتازه جدا، جرب وبعد كده ارجع اكتب لي في التعليقات هل نفعت معاك وهل هتعتمد عليها وايه اللي عجبك. الموقع طبعا فيه اكتر من 30 عملة تقدر انك انت تكسبهم. عشان تسجل فبتقول له التسجيل دلوقتي، بتكتب اليوزر نيم وبتكتب الايميل والباسورد بتعمله مرتين، وانت بتكتب اليوزر نيم ممكن تكتب مثلا حروف تكون صغيرة او حروف كبيرة، لازم يبقى حروف كاملة مع بعض، وبتعلم بالشروط والاحكام، وبالشكل ده بيكون عندك حساب في الموقع. اول حاجة ده الرصيد الحساب الاساسي بتاعك، وهنا رصيد الشراء، الشراء مجاني واهدى عليا عشان كل حاجة بالتفاصيل، وكل حاجة بتيجي من الثلاث شرط عندك يا الصحاب من فوق بتدوس عليها، واحنا هنا شرحنا كل حاجات كتيرة جدا، ولكن خليني كده ابسطها لك. عندك هنا مثلا مشاهدة اعلانات وعروضات وصنابير، احنا الكلام ده مش هيهمنا النهاردة، احنا هنشرح للعضو الجديد، واحد دخل جديد يشتغل اسبوع وبعد كده ينام يلاقي كل مدى الحياة بتشتغل. في ثلاث طرق، واحد مشاهدة الاعلانات صنابير، وعندك هنا شركة تابعة. طيب في مشاهدة الاعلانات هنحتاجها للناس اللي هي مش عايزة تعمل ايداع، طبعا انا قلت كل حاجة مجاني، وفي الصنابير برضو هنحتاجها للناس اللي مش هتعمل ايداع، لان احنا هنحتاج شوية رصيد عشان نشتري بيه ناس تشتغل عندنا. كل حاجة بتوصلك في الرصيد الاساسي، انما الصنابير احنا اللي بنطلعها بره. موضوع لذيذ وهتفهمه دلوقتي، بس خلينا اخد لك واحدة واحدة. انا عارف ان في ناس عارفة الموقع وزهقت منه، ولكن انا هشرح الطريقة اللي انت تقدر انك تكسب منها وتعتمد عليها بعد 5 دقائق. ممكن تقدم الفيديو لو انت عارف الطريقة ديت. في مشاهدة الاعلانات للناس الجديدة بتلاقي حضرتك 3 اعلانات، بتشاهد اعلانات وبيقول لك حضرتك اتفرج على الموقع ده واكسب القيمة ديت. القيمة بتكون عملة البيتكوين، سعر عملة البيتكوين النهاردة الواحد منها عامل 30,000 دولار، والسعر ده بوقت تصوير الفيديو. المهم كل اعلان بيديك فئة معينة من الساتوشي اللي هو الاجزاء من عملة البيتكوين، وعندك هنا صفحات كتيرة. لو انت لسه جديد ممكن تلاقي صفحتين عشان انت لسه جديد، انما لما تشتغل كل يوم هتلاقي في صفحات موجودة عند حضرتك. المهم يا صاحبي الاعلان ده بتدوس عليه كده بيفتح لك صفحة، سيبك من الصفحة ديت ومالكش دعوة، وارجع تاني على الموقع بتاعك هتلاقيه بيعد العداد اللي هو قالك عليه، قالك هتتفرج 10 ثواني وهتاخد مثلا 1 ساتوشي و0.10 واديك خدتها. فانت لحد دلوقتي نسيت تعمل لايك، شكرا مقدما على اللايك اللي انت هتقبطه دلوقتي. دي اول حاجة. طبعا بقى الرصيد ده بيوصل مباشر على الرصيد الاساسي بتاعك، تقدر تسحبه، تقدر تشتري بيه مجندين، تقدر تعمل بيه اللي انت عايزه. بالنسبة لموضوع الصنابير، موضوع الصنابير لذيذ جدا، كل البساطة والحاجات ديت. ليك 4 عملات، هم في 30 عملة تحت، ليك 4 عملات بتكسبهم كل ساعة، كل ساعة تكسب نفس العملات، والعملات دي احنا بنحولها لعملة البيتكوين. طبعا عندك تقدر تسحب مباشر من العملة هنا، ولكن احنا بنحولها لعملة البيتكوين عشان تكون سعرها اكتر، لما بتسحب من هنا بيكون سعرها اقل. طبعا هنا في العملات كلها تقدر انك انت تعمل تبديل، احنا كسبنا عملة الدوش كوين فاحنا بنعمل لها تبديل لعملة البيتكوين عشان نبعتها للرصيد الاساسي. على سبيل المثال هنا دوش كوين فاحنا بننزلها لعملة البيتكوين. هما في تقريبا 30 عملة تقدر تختار 4 عمل تشتغل عليهم كل ساعة، شوف العملات بتاعتك. وهنا بقى بتبدل العملة اللي انت بتشتغل عليها لعملة البيتكوين، وبعد كده بترجع لعملة البيتكوين نفسها تحولها للعملة الاساسية. فهمت؟ يعني الصنبور لما بتكسبه بيبقى موجود جوه الصنبور، لازم تخرجه بره على الرصيد الاساسي عشان تكسب. في ناس بتقول لك عم احمد انا بشتغل ومش بلاقي الرصيد. لازم ابو الصحاب تدوس هنا ارسال، احنا دلوقتي بدلنا العملة اللي كسبناها، هقول لك تكسبها ازاي اهدى عليا. فاحنا هنا بنروح نبدلها لبره، بنقول له طلعهم بره على الرصيد الاساسي، بنكسب العمله بنبدلها البيتكوين بتطلعها لبره. موضوع سهل كده، عملت لايك عشان انت فهمته يا ابو الصحاب، وادي الرصيد طلع هنا يا زميلي. طيب تكسب بقى ازاي من الصنبور؟ الموضوع اسهل منه مفيش، قلت لك كل ساعه بتكسب 4 عملات. على سبيل المثال اي عمله انت محتاجها، مثلا دخلت اهو مثلا على سبيل المثال ودخلت دلوقتي اكسب عملات ليت كوين مثلا دوج كوين، اي عمله بدوس كلايم
الكلام ده كل ساعة بختار اربع عملات، وبنزل كده بلاقي صندوق بقول له افتح الصندوق. انا عارف ان انت عارف النقطة ديت، ممكن تقدم الفيديو يا صاحبي عشان انت لسه هشرح لك النقطة الجديدة. النقطة دي بشرحها للناس الجديدة اللي لسه هتكسب مجاني، ازاي تجمع الرصيد اللي هنشتري بيه المجندين. بيكون في عداد فوق وبيكون هنا في كلايم، بتدوس على العداد ممكن يظهر كباتشة تحلها، وبعد كده بتنزل في الاسفل تقول له خد البونص. فهمت؟ دي طريقة انك انت ازاي تكسب العملات، واكيد عرفت ازاي تبدلها، واكيد عرفت ازاي تطلعها للرصيد الاساسي. نحضر بقى للتقييم نفسنا عشان بعد كده يا صاحبي هو الشغل النهاردة. التأسيس ده التأسيس اللي انا شرحته لك. انت بقى شوف هتأسس قد ايه، يومين، ثلاثة، اسبوع، اربع اسابيع. كل ما تأسس اكتر كل ما تكسب اكتر. هتيجي هنا حضرتك على شركة تبعها وهتخش على السوق، وهتلاقي هنا في سوقين، سوق النظام وسوق المستخدم. خلينا من سوق المستخدم عشان هنعمل لها حلقة لوحدها، احنا عايزين نكسب دلوقتي. فاحنا هنخش على سوق النظام، هتلاقي في باقات موجودة عند حضرتك. سيبك من الباقات واطلع فوق، هتلاقي برضو سوق النظام. هتدوس على سوق النظام هتلاقي حضرتك هنا بقى الاعضاء. دي ناس مسجلة في الموقع، مسجلة من عند اي حد. على سبيل المثال العضو ده ابو الصحاب مسجل يوم 3/8 في الشهر ده، وكسب اخر اسبوع 90 ساتوشي من عملة البيتكوين، وعنده في رصيده دلوقتي 633 من الرصيد بتاعه اللي كسبه يعني خلال التسجيل، وسعره دلوقتي 3298 ساتوشي. يعني انا هشتريه من واحد عايز يبيعه. طبعا قبل ما تشتري شوف العضو اللي هو شغال، اللي هو بيشتغل على طول. على سبيل المثال اختار مثلا عضو وهشتريه قدامك عشان تعرف ازاي تشتري. طبعا تقريبا انا عندي 3000 منهم، فممكن تجيبهم من خلال المحتوى لو عندك يوتيوب ناس بتسجل من عندك، او تشتري. مش لازم ان يكون عندك محتوى يا ابو الصحاب، والشراء مجاني انك انت هتجمع من الصنابير. المهم بتدوس على العضو كده بتشتريه، فبيتحط عندك في السلة فوق. هتحتاج انك انت بقى تدفع القيمة للي باعه. على سبيل المثال انا ممكن ابيعه، ولكن انا في حياتي عمري ما بعت من الناس هنا، دايما بشتري، وبشتري طبعا في وقت التصوير، انما كده كده بيوصلني احالات من الفيديوهات. المهم عشان تشتري لازم يكون في رصيد الشراء الموجود الرصيد. انت اللي كسبته هنا عشان تنزله لتحت هتنزله ازاي؟ الموضوع سهل جدا، هتدوس على ايداع، وانت لحد دلوقتي دوست على لايك، شكرا مقدما. وهنا من ايداع هتلاقي طبعا كل العملات، لان الموقع ممكن مثلا تحط فيه 10 20 دولار براحتك وتشتري مباشر الناس، ولكن احنا هنشتري من الرصيد اللي احنا بنشتغل عليه. فهندوس على الرصيد الاساسي اللي هو اول خيار، هننزل من الرصيد اللي بنكسبه للرصيد اللي احنا هنشتري بيه. هنشوف بقى احنا عايزين نشتري قد ايه. على سبيل المثال هعمل قدامك دلوقتي مثل. طبعا هنا كود التحقق ده مش اجباري، انا عامله تاكيد للحساب. وبعد كده بينزل الرصيد عندك من الاساسي للرصيد الشراء. دلوقتي انت تقدر تروح مباشره تخلص عمليه الشراء اللي لسه متعلقه عند حضرتك. الكلام ده بقى بيتطبع على 1 2 10 20 وهكذا، بس اهم حاجه اهو بتخش على السوق بتلاقيه متعلق عندك، وبعد كده بتشتريه بيشتري عندك. اهم حاجه تشوف العضو اللي هو هيشتغل على طول، لان الموقع ده بقى له 3 سنين شغال. يعني الناس اللي هتشتغل النهارده هتقعد معاك مدى الحياه. اللي انت هتشتريه دلوقتي ده هيفضل يكسب ويوزع لك الربح بتاعك. بتاخد طبعا 25% من ربح الاعلانات، وبتاخد 50% من الاذاعة، وبتاخد 25% من الصنابير، وانت نايم العضو بينزل لك. طبعا هنا هتقول لك مبروك عليك، واللي باعه لك اسمه زياد. الله، وفي واحد يقدر يبيعه؟ اه، واحد باعه مثلا، واحد يوتيوبر باعه بالسعر ده. وده فيديو بعد كده ابو الصحابه اشرح لك بعد ما يكون عندك ناس كتيره او جبتهم من الحالات ازاي تبيعهم برضو بنفس الفكره. واعتقد الشراء احسن من البيع، انك انت بتشتري حد بيشتغل عند حضرتك. موضوع بقى السحب عامل ازاي؟ بقى انا طبعا سنتين شغالين في الموقع، السحب بيوصل 100% من الاشياء يا ابو الصحاب. السحب بيكون مثلا عمله البيتكوين، ولكن انت ممكن تختار باير، تختار اي عمله، هي بتتبدل لوحدها. الفكره كلها بتقول له الكميه كلها هتسحبها، وهنا بيقول لحضرتك تاكيد. اهم حاجه انك انت تجيب عنوان السحب. عشان تجيب عنوان السحب من اي مكان يعجبك، من اي محفظه تعجبك، هتدوس على الثلاث شروط، وهتيجي هنا في الحساب التعريفي هتدوس عليه، وهتلاقي حضرتك هناك عندك محافظ اللي هو في الاعدادات بتاعتك، هتلاقي هنا محفظه. هتدوس على محفظه، شوف العمله اللي انت هتسحبها والمحفظه فين، بتدوس عليها بس وبتحط العنوان وبتحفظه، وبيبقى محفوظ عند حضرتك مدى الحياة. بترجع للسحب، وطبعا انا هسحب على باير، وهنا هيوصلني 98 دولار عفوا وحاجة كده من السنتات، وهنقول له تأكيد. بيوصل في قد ايه يا عم احمد؟ لو بتسحب مبلغ كبير بيوصل بعد ممكن يوم او يوم ونص، ولكن الموقع بيدفع بدون
اي مشكلة. دي الاستراتيجية اللي تقدر انك انت تنام وتتأكد انك انت بكرة الصبح هتصحى تلاقي حد شغال عند حضرتك في الموقع وبيدخل لك ربح اساسي. لو انت شايف ان الموقع فادك واستفدت منه او لو لحد دلوقتي ما استفدتش منه طبق الطريقة وهترجع انك انت تستفاد. ما تنساش بقى تقول لنا رأيك في التعليقات، ولو مش مشترك اهلا بيك في كوين فري، ونشوفك في جديد على كوين فري.